حياك الله استاذ سامي، يا مرحب، انت وياه على الهاتف. السلام عليكم. حياك الله استاذ ادوار. يا مرحبا بيك، وصلت وتحياتي لك ولابو معمر الله يحفظه ويعزه، واسمع من عندك بثلاث دقائق شنو شكواكم. تفضل. تفضل ابو معمر الله يخليك اللي وصلك. الله يبارك فيك، واجبي خادمكم اني. بارك الله حياك بالله استاذ انور. انا بس اريد اطرح لك موضوع. طبعا الموضوع شويه حيل معقد بالنسبه للتعويضات. نعم اسمع. احنا 2017 دورنا فلشت نهائيا الواقع الجاء. فقدموا قالوا قدموا للتعويضات معاملات، فقدمنا انا من الناس من ضمن العراقيين اللي هم اللي مضررين، قدمت معامله طلع اكثر من لجنه عالية مهندسين وقدروا التقدير وسوينا اجراءات المعاملات بالجهه المعنيه من هذا الموضوع. تحولتها المنطقة إلى محافظة الأنبار بال2018. نعم. الأنبار هم لجنة موجودة من قبل قاضي حسب ما افتهمنا حولوها إلى بغداد. من 2018 هي بغداد، من 2023 عادت إلى الأنبار القضاء الجرمة. 5 سنين. الموضوع استاذ انور، الموضوع شنو هو؟ تعقيد المعامله. 5 سنين يعني هم هذا واحد لو رايح مشي هم يوصل ب 20 يوم، لا 20 3 ايام. تعقيد المعامله اللي ما اكو اشياء ما لها علاقه ما لها علاقه بالتعويض. تعويض اكو دار متضرره متفلشه. يشفوها هي هذه اللي قدروا لها الضرر. انتوا مشكلتكم يمنو؟ مشكلتكم يمنو؟ بيك احكي لي اياها من الاخر. يما بالتعويضات. شو اسمه هذا بالتعويضات؟ شو اسمه؟ يما القضاة والتعويضات. يعني هسه التعويض يعني قصدي يعني فرع الانبار لو البغداد. فرع. خلينا اكملك استاذ انور. اسمعك. هم قسموا الموضوع بالنسبه للمبالغ اللي اكثر من 30 يبقى على بغداد وال30 على الانبار. 30 مليون قصدك؟ اكثر من 30 البيوت متضرره الفلوس تقدير 30 مليون دينار. اذا اكثر من 30 مليون دينار على بغداد، ومن 30 فوق على بغداد. على بغداد، واذا مو اقل على رجعت المعامله. بس هالدوله اني اي انا شريد اريد من حضرتك مناشده الناس المعنيه مثل ما كان يتحدث الدكتور خميس الخنجر هسه قبل شوي على الناس المظلومين. هسه اللي خلانا رجعت المعامله معقده اكثر من اللازم. عيد معامله جديد، اللجنه، الطابو، صحه الصدور، الاستخبارات، النوب، تطلع لجنه من قبل ثلاث مهندسين مره ثانيه. طيب احنا هاي 5 6 سنوات وين كان الموضوع؟ احنا سويناه.